يا كمال يا رخ، انت يا كمال يا رخ. كمال يا رخ، هي هربانه منك ولا هتصاحبني؟ عايز ايه يا يونس؟ وانا اسمي الدكتور يونس. اديني اماره يالا. انت اتعميت ولا ايه؟ مش شايف البلطو الابيض؟ عادي يعني، الحلاق بتاعي بيلبسه. يا اهل المنطقه يا اخوانا. ايه يا يونس؟ في ايه يا يونس؟ في حاجه ولا ايه؟ هو ينفع يا جدعان عشان اتاخرت شهر واحد في الايجار يقفل العياده ويغير الكالون؟ ملوش حق. ليه حق؟ انتوا مش فاهمين يا رجاله، اصل انا يعني كل يوم بغير لي كالونين ثلاثه، اصل عمايري كتير فمش فاكر. انا عندي عماره في المهندسين، عندي عماره في الدقي، وواحده في العجوزه، فمش فاكر. انت هتستقبل ولا ايه يا كمال يا رخ؟ ما انت عارف ان انا ماجر منك في عماره الدقي، وبعدين العماير التانيه اللي عندك ما فيهاش عيادات، ما انت عارف انت ماجرها في ال ايه خلاص افتكرت. بعدين كلهم طالبات مغتربات. انا افتكرت يا جماعه، انا غيرت الكلام بتاع الواد ده عشان ده دكتور هيتي وعبيط وعيادته بتنشي محدش بيعبر. اخلص، انا عيادتي اشرف منك، وان شاء الله باذن الله قريب هبقى اشهر دكتور في مصر. انت يا مهلهل، انت هتبقى اشهر دكتور في مصر. كلها شهرين وهبقى اشهر دكتور في مصر، وهتشوف بنفسك. ايه تكملت النكته؟ ده بيتحداني. طب بقول لك ايه؟ لا ما تخافش، ما تراهني. اراهنك. حلو حلو، غلط وراهني اهل المنطقه. الرهان كالتالي بقى يا حلو، قدامك شهرين، لو بقيت اشهر دكتور في مصر زي ما بتقول، انا هاجي هنا قدام الناس دي كلها وهقول لك انا اسف يا دكتور يونس يا عمي وعم رجالتي والكبيره بقى، انا هكتب له العياده بيع وشراء. بجد؟ موافق. بس لو ما بقتش اشهر دكتور في شهرين، ده اللي هيحصل اصلا، هتيجي هنا برضك قدام الناس دي كلها وتقول لي انا اسف يا معلم رخ، يا سيدي المعلمين، يا عمي وعم عيالي، وهتركع على ركبك من الندم. حلوه حلوه يا معلم رخ. انت معاه ولا ايه؟ اعمل ايه طيب؟ ما انت اللي دبست نفسك، لازم يعني تراهنه، لازم اجاريه. حلوه حلوه يا معلم رخ، والقميص ده تحفه. حبيب حبيب.